اخوان المهم احنا دابا جينا لتيزيد غنربو. المهم دابا راه ضربنا واحد الطويره في المشور في المدينه القديمه وحنا غاديين بحالنا يو الحباب. هنا تيسالي الفلوق ديال اليوم وتتسالي لابارتي الاولى ديال الفلوق. اجي بعدا ما تنساوش باقي لي بارتي الاخرين تسناو وما تمشيوش. صباح النور صباح الخير نهار جديد يوم جديد ان شاء الله. بارتي الثانيه ان شاء الله غادي تكون الوجهه ديالها واحد المنطقه تكون الوجهه ديالها ان شاء الله. سيدي افني غنجلسوا ندير لفت الكسيره غادي نديروا مراحل ونخليكم مع هذه البارتي الثانيه تاع هي. يلا ليس واش رويتي لي؟ او ما سكتش لك الطروبيات ناري بوك ياك ما انت انت خابس. لا امين لا امين لبسك بينا اليوم راه نو واه واحد المناظر دابا وقفنا فيه كيداير يا سلام. بس جينا راه بين الفضايل بين سيدي بولفضايل بولفضايل سيدي بولفضايل ومير اللفت ما بين سيدي بولفضايل ومير اللفت. هنا ليلى لا منظر واعر بالله حلاوة انا شي شي جي دوزي سيمانه هنا والله بغيت دوز العام كامل من مريض ما والو عرفتي التشميرات اللي هو هذا وداك الشيء. يا سلام دابا قول لنا اش بان لك في هذه المنطقه اللي جينا لها اخويا كي جاك هذا الله يلا لا منطقه زوينه زين زين ليلى زوينه بالله بلا ما خاصك تسرك لبلادنا واحد الله كاين ما فاهم يتشاف زين وكاين ما يتشاف وباقا ان شاء الله شفنا شي شي شويه شويه من شويه شويه من شويه باقا داك الشويه ديال بزاف. علي جواد جواد اش يقرا القران في راسك تي تسحب راسو غادي يطيح لا جواد ما تنتحرش جواد عافاك جواد باقي بغيناك ما تنتحرش لا عافاك لا
انا دابا كاينين في لابلاج ديال سيدي افني. ها هو هذا اللي رانا هنايا كاين دابا في سيدي افني، حنا المحطه الثانيه ديال سيدي افني. لا لا بلاج لا زينين، واحد الجو واحد الريحه والله الا صدني ديال شي عومه كنت البخو اخويا صدقي مريض والله ما دابا ان شاء الله نمشيو نتحركوا للمحطه الثالثه على بلاج الثانيه ديال سيدي ايفني. لا بلايا الثانيه هذه ما غاديش نمشيو فيها هاد. هذا الجزيرة بلاج الجزيرة هاد الدراري والقواص بخونا هو نضربو دويرة في السوق دويرة في الصويرة دويرة في البحيرة ديال الجزيرة واحد على واحد بيعو والله ما كرهنا نعومو بالله سخون لها النيت المناظر الخلابة والطبيعية الجميلة. تحية للبحر تحية للبحر تحية للحجر تحية للناس اللي باغا تعوم على داك اللي تجي تشلبخ. يا بحر ما نشوف واحد المنظر زوين كاين في الجزيرة ولا معروف كاع اصلا هنا في الجزيرة هادي تشوف واحد المنظر بوكوس زوين 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 الله يلا بوكوس يا فردوتة. المهم احنا غادي نمشي نشوفو دابا هاد المنظر هذا نخليكم معنا. هذا هو القوس الاول اللي كاين هنا في الجزيرة، كاينين ثلاثة ديال القواس واحد علم حساب العلم ديالي كان طاح. غادي نشوفو اين القوس اللي كان طاح واين هو اللي باقي. نعم انها المخدرات. وراك ما كنصوتيش ما تعنبش اصاحبي ما تعنبش كل ما صوتيش كنت ما تعنبش صوتيش ابو البيره ما تعنبش ما تعنبش. امين شنو هذيك ديال نصو نو لي زيلف اي دون ان باتو perdu dans la mer sans direction. Nous les amis, nous un bateau dans la mer. Le bateau est perdu. Là, عندك باك مشلول باك كيفاه لا لا ما تجي.
الاولى هو تسنى عليك القوس الثاني اللي كاين هذا الشيء للاسف هو اللي كان طاح هو كان معظم الفرصوي دراري سكواد نازله انت صحاب فريفال بليا ديالهم الوحيد انا تيشوف هاد خونا سنين جيت حواج عنده شي شوط كان بغيت نطلق عليه براسو نخليوكم دابا غادي نمشيو نتخداو عند الناس اللي عارضين علينا تاهما يلا باي المهم حنا يلاه دابا كملنا الغداء صلينا الدراري كي جاتكم الغداء وعند سي امينه وربا الكريشه قال لي الحمد لله الله يخلف الله يخلف على هاد الناس هادو شكرا بزاف ديديكاس ليهم العائله عبد السلام من نار الله يخطيكم وشكرا على الضيافه دابا الوجهه ديالنا من بروغرامينا ما والو غتكون مفاجاه بالخلاها سيربرايز هاد اللقطه هاد ما طاحشنا على البال تا جينا تنتغداو عاد قلنا غادي نمشيو ليها حنت لي قوي عرفتي شنو هو السبب لي قوي خير السبب هو لي قوي ما باش يهبطوا ماشي هو سولي جاب بقى طالع خصيب او ماي جاد المهم دابا تشوفوا بعلى الوجه وفاي باي انا على الطاكسي طاكسي كولي جدنا هذا ايوا عمي كاع مقادي وباغي تسيي يا احترم احترم اختي احترم راه كانت عندك بحالها احترم الارنب احنا الان دابا في قلميم وقلميم يا قلميم المهم ضربنا واحد الدويره في قلميم في المدينه وحنا دابا غادي نخليو قلميم وغادي نمشيو نشد الوجه ديالنا للدار وايا وانا راه في قلميم الدراري قولي قولي اش وقعت
صاحبي قول بيه او ماي جاد. حبابنا انتو تسالي البارشي الثانية ديال الفلوغ ونتمنى تكون عجبكم من داكشي تقاسمت معاكم المناظر اللي شفنا نتمنى يعجبكم من داكشي وما تنساوش لي لايك ولي كومنتير وشي حاجة زوينة باش نكمل في هذا الشيء هذا واللي اول مرة تشوف الفلوغ ديالي نزلي تابونا في لاشين وشكرا بزاف معناتها نقول لكم تسناو البارشي الثالثة اوفوار.